فضيلة الشيخ، ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله؟ فهل الصيام بعد عاشوراء مشروع أو ثبت به حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في مسند الإمام أحمد: صوموا يوما قبله ويوما بعده، خالف الدهون. وفي لفظ: أو يوما بعده. ومخالفة اليهود تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع، يعني مع العاشر. وتكون بصوم يوم بعده، لأن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشر، فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام عاشوراء ثلاثة أنواع: إما أن يصوم اليوم العاشر وحده، أو مع التاسع، أو مع العاشر، أو يجمع، أو يصوم الثلاثة. وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضا، وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر. نعم.